يا اخوانا ده ايدي كوهين، ايدي كوهين. ها شوف 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 المصيبة دي، شوف المهزلة دي. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا لا دي 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 كتابة بس. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا اخوانا ده منو؟ ايدي كوهين، العالم الاسرائيلي عين له. ايدي كوهين واقف في الاقصى بيشير بيشاور للاقصى، اكثر صهيوني وقح في العالم. ايدي كوهين هذا المجرم المنحط قال لو كان لي سلطة في الكنانة لعينت هذا الهزبر. الهزبر منو؟ الإضينة بتاعنا ده الدلوقة ده. قال لو كان لي سلطة في الكنانة لعينت هذا الهزبر كاردينالا في الأزهر الشريف. هو الأزهر الشريف كاردينال؟ في الأزهر الشريف وملكته سلطان تجديد الخطاب الديني من المحيط إلى الخليج. جيد لأمك، جيد لأمك. أكيد أكيد ده الآن راضي عنك. ها جيد لأمك. عين عين شوفوا شوفوا ايدي كوهين قال شنو تاني. نفس الزول ايدي كوهين قال جديد تجارة حركة حماس وحزب الإخوان بقضية فلسطين، وقام جاب طوالي مزم الفقيري شايف لايف طوالي مزم الفقيري يديه تعليمات من تل أبيب. شوت لنا الوقت ذاك يا اخواننا كانت حماس بتضرب في تل أبيب بالصواريخ. يا اخواننا نحن عندنا خلاف نعم مع الاخوان المسلمين، عندنا عارفينهم عارفين مشاكلهم عارفين قضاياهم، ما في زول قد يكون بيعرف الاخوان المسلمين زيي. نحن يعني ايام الجهاد الافغاني والقتال في افغانستان نزل عملوا مشاكل كبيره جدا في كونر. انا ما اقدر اتكلم الان عن قضيتنا مع الاخوان المسلمين الان، دي ما قضيتي الان. انا قضيتي الان المشكله الكبرى، المشكله الكبرى في انه لما يكون في مسلم ايا كان هذا المسلم معاك ضدك واقف ضد اليهود، تقوم تقيف مع اليهود وتقول ديل بيتاجروا بالقضية الفلسطينية. الدكتور أشرف كمال ربنا يدي العافية رسل لي مقطع مش مقطع الحقيقة تويتر برضو لإيدي كوهين. المقطع بمناسبة اكتمل بتاع زهران لكن الزمن ما في. برضو إيدي كوهين قال قال تعالى، ده إيدي كوهين. أيوة والله يا هدى، والله والله يا هدى يا جماعة ما في طريقة أقول لك، في طريقة بالنهاية توصل. قال قال تعالى تعالى كمان وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله أكبر الرأي قرب يسلم. قال الإسلام الوسطي هو الحل على مذهب الإمامين قلت أقول أحمد بن حنبل، قال أحمد الطيب وعلي جمعة وتابعيهما بإحسان. قرب يقول لي لا يوم الدين مزم الفقيري وعبد العزيز الرئيس. التراب التكيل قدوم، التراب التكيل خشمكم. قال لا مكان للإخوانج والتطرف والتشدد والغلو في الشرق الأوسط الجديد، فعمقنا الاستراتيجي واحد ومصالحنا مشتركة إن شاء الله تعالى. إخوانا بعد ده مزمل ده ما يتوب إلى الله، مزمل ده بعد ما يتوب إلى الله. كويدي كوهين يقول نحن شغلتنا بقت مشتركة وعمقنا الاستراتيجي واحد ومصالحنا المشتركة واحدة. الآن هو راضي عن هذه المجموعة. طبعا شهابنا من حاول يرد على الكلام ده ارتكب مهزلة أكبر منها. قال إنه إيدي كوهين عايز يشوه سمعة مزمل الفقيري لأنه مزم الفقيري ضرب حلفاء الإخوان المسلمين، فعشان ما هو ضرب أخوان مسلمين قام داير يشوه سمعة مزم الفقيري، فقام شكر مزم الفقيري عشان الناس تكرهه. يا أخي لو قلبته هو والله ما بفهمها. يا أخي الإخوان المسلمين ضربوا تل أبيب الصواريخ، يبقوا حلفاؤهم كيف؟ فهمنا حلفاؤهم. طيب أنت بتشكرني ليه؟ عشان ضربت حلفاؤهم. عشان شنو؟ عشان تشوه سمعتي. والله دي غاية غلوتية عجيبة. الغريب ناس الشيء قاعدوا يكبروا، تعرفوا ناس الشيء؟ ديلك جماعة كده بيجوا بيجونون ببوكس بدون شواي هنا في الكلاكلة معروفة، بس انتوا بعد ما مزمل يعمل حلقة اركب وراه ما تجيف ما تجي كان جيعان اركب. الناس دي بينزلوا في شواية بينزلوا لهم شيء بدون عيش يضربوا كده الواحد لما يقوم على الحيل يقول ليه خلف ارفع علي عكازي معك ما قادر يدنقر، كان دنقر بيطرش. شفت كيف؟ يتملي السد تمام.
ديل بقى مهمته انه يكبره. اول ما مزم الفقير يقول اعمل كده طوالب كبره معه. قام شهاب قال قرا التويتر بتاع ايدي كوهين، قال لو كان امر الكنانه بيدي لجعلت هذا الهزبر كاردينال. الناس قال الله اكبر، قال لا 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 ما تكبروا ايدي كوهين يا مجرمين، انتوا مغفلين يا اخوان. والله ما اديكم والله شيء، والله الليله فول بس، اللي تاكلوا فول بس، والله الليله بوش ما تلقوه. قاعد يكبروا مساكين ما عندهم راس، بالهم في الشيء. شفت كيف؟ فقال الراجل ده شكر مزمل لانه شتم اصحابه، وقال والله لو جانا ايدي كوهين نديه كرسي هنا. قال جيب معالم على الطريق.